حتى نتعرف على شنو المقصود بالستيرلايزيشن، شنو المقصود بالديسنفكشن او الانتيسبتيك دائما اللي احنا يعني نسمع عنه. فالستيرلايزيشن اللي هي التعقيم is a process that destroys or eliminates all forms of living organisms. This includes bacterial endospores by physical or chemical methods. إذن هي عملية التعقيم هي عبارة عن قتل جميع أنواع الكائنات الدقيقة اللي موجودة بالوسط. يعني هنا يعني العملية نريد بها نتخلص من شكو عندنا يعني باثوجينيك مايكروبس موجود أو أي مايكروب موجود عندنا ضمن هذا الميديوم ضمن هذا الوسط. بعملية التعقيم راح نتخلص من هذه الجراثيم الموجودة. وهاي أما نستخدم طرق كان يكون فيزيكال اللي نقصد بها درجات الحرارة، التعقيم بالراديشن بالأشعة أو الفلتريشن. الكيميكال اللي نقصد بها نستخدم مواد كيميائية حتى نتخلص من هاي الجراثيم، راح ناخذ مجموعة من الكيميكالز ماتيريال اللي ممكن نستخدمها بعملية الستيرلايزيشن. الديسينفكشن is a process. الديسينفكشن المقصود به التطهير. Is a process that removes most. هنا ننتبه. هناك قلنا all forms of living organisms. Most pathogenic microorganisms. يعني هنا ما راح نقدر نحقق أنه نتخلص من كل هذه microorganisms. ليش؟ لأن هنا except bacterial supports. الأبواغ البكتيريا اللي كونين الأبواغ. يعني هاي الأبواغ تكون مقاومة من نوع المقاومة. فإذا هنا destroys vegetative pathogens but not bacterial endospores. يعني ما راح يأثرنا على السبورات البكتيريا الأبواغ البكتيريا لأنها تكون نوع المقاوم على السبورز. قد يأثر بس ما يقدر يزيلها كلها بالتمام. فإذا هنا راح يكون التخلص من معظم أنواع الباثوجينيك مايكرو أورجانيزمز بصورة دقيقة. أوكي أنيميتد أوبجكتز. أوبجكتز يعني السطوح اللي تكون نوع السطوح الجماد اللي هي الغير حية مثل الورك سيرفيس السطوح اللي نشتغل عليها الإكويبمنت الأدوات. It can be done by heat, radiation, well, chemicals. كذلك ممكن إنه نستخدم هذول الثلاث طرق حتى نتخلص من هذه المواد أو من هذه pathogenic microorganisms. The antiseptic is a substance that inhibits or destroys microorganisms. إذن هي عبارة عن مواد نستخدمها وعادة ما نطبقها يعني نخليها على الجلد أو living tissue حتى نتخلص من هاي الميكروأورجانيزمز. هاي المواد لها قابلية إما تثبط هذا الباثوجين أو تحطم تقتل الباثوجين. فإذا صار عندي ثلاث مصطلحات هنا اللي هي sterilization, disinfection, antiseptic. حتى نعرف شو الفرق ما بين sterilization والdisinfection. الاستيرلايزيشن هو freeing an article, surface or medium from all living organisms including viruses, bacteria and their spores and fungi and their spores. إذن هذا الاستيرلايزيشن عملية التعقيم تتضمن القضاء بشكل كامل تماما يعني تكون حتى يعني تخلينا هاي السطوح أو هذا الميديوم فري ما بأي أي تواجد للليفينغ أورجانيزمز اللي تشمل لنا البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. بالمقابل disinfection process that reduce بالمقابل disinfection اللي هو اللي عندنا التطهير هي عملية التقليل reduce the number microorganisms able to cause infection to a level which is deemed
no longer harmful to health. هنا السبورات are not killed. إذن هنا العملية disinfection هي عملية مجرد أنه نقلل, نحاول أنه نقلل أو نقضي على بعض هاي البكتيريا أو المايكرو أورجانيزمز الموجودة اللي ممكن تسبب لنا infection إلى مستوى بحيث تكون بعد غير ضارة, ما راح تسبب لنا infection. الاستخدامات بالنسبة للsterilization اللي هي الأوبجكتس instruments coming in direct contact with breaking skin, mucous membrane, or entering a sterile body area. كل المواد أو نقول عليها الأدوات اللي راح تكون contact يعني نستخدمها, سواء إذا كان عندنا أكو يعني فد insertion بالجلد أو عندنا تحطم أو في خلل بالميوكس ممبرين أو حتى ندخله داخل الجسم بمناطق تكون استيرايل. إذن هاي المواد نحاول إنه نعقمها قبل ما نشتغل بيها. أما الديسينفكشن كل المواد الأوبجكتيف الإنسترومنت coming in direct contact with ميوكس ممبرين but tissue is intact. إن هان النسيج راح يكون healthy, يعني حتى بالنسيج الهيلثي دائما نلجأ إنه نعقم هذه عفوا طهر هذه المواد اللي راح نستخدمها والأوبجكت اللي راح نشتغل بيها. الإكزامبل عليها على هذه المواد اللي راح يعني نستخدم لها التطهير أو التعقيم مثل السيرجيكال انسترومنت اللي هي الأدوات الجراحية, النيدلز, السرنجات اللي نستخدمها, البارنترال فلويد, ايضا الاثيروسكوبس, ميديا, كل هاي الريجنت, الاكويبمنت, اللابوراتوري يوز, هاي كلها لازم نعقمها حتى نتخلص تماما من البكتيريا. الاندوتراكيال هذا اللي يكون ندخله حتى نشوف اذا اكو مشكله عن طريق يعني دائما بالعمليات يستخدمون الاندوتراكيال تيوب, الاسبريتورز, الجاستروسكوب, البيت بان او اليورينالز. لأن كلهم نستخدم لهم عملية الديسينفكشن, يعني نحاول أنه نطهرهم قبل ما نستخدمهم. إذن تطهير هذه المواد والتعقيم راح يكون السيرجيكال انسترومنت اللي ذكرناها. فإذن هسه الفرق ما بين الاستيرلايزيشن والديسينفكشن, الاستيرلايزيشن راح يقضينا تماما على المايكرو أورجانيزمز الموجودة على هذه الأدوات أو هذه المواد اللي نريد نستخدمها. اما عمليه الديسينفكشن راح تقضينا على معظم انواع البكتيريا اللي تكون باثوجينيك ونحاول انه نقلل عددها بحيث تكون بمستوى ما راح يضر يعني ما راح يسبب لنا انفكشن. الاستيرلايزيشن التطهير التعقيم سوري راح يكون عندنا بطريقتين, الفيزيكال ميثودز واللي تتضمن الهيت فلتريشن راديشن, وعندنا الكيميكال راح ناخذهم واحده واحده. ايضا هنا اذا تشوفون هذا المخطط عندنا الهيت بها المويست هيت وعندنا الدراي الحراره اللي تكون رطبه والحراره الجافه اللي نستخدمها. كذلك عندنا راديشن بها نوعين, بها الايونايزنج راديشن والنون ايونايزنج راديشن اللي هي الالترا فايوليت يو في لايت. ايضا عندنا الفلتريشن وعندنا ذني هاي مجموعه من الكيميكال اللي ممكن انه نستخدمها. شنو العوامل اللي تاثر لنا او اللي تتقاطع مع عمليه التخلص من هذه المايكرو اورجانيزمز؟ طبعا النوع الاول يعني العامل الاول هو التايبس اوف اورجانيزمز, نوع الاورجانيزمز, لان اكو عندنا مثلا بكتيريا بها النوع اللي بها كبسول, عندنا مثلاً البكتيريا, عندنا فيروس, عندنا فنجاي, عندنا باراسايت, عندنا هاي المجموعة من الأورجانيزم. شو نوع الأورجانيزمز هذا راح يأثر على عملية الكلين. Number of organisms كل ما تكون الجراثيم أو الكونتامينيشن كبير كل ما أيضاً راح يتقاطع مع عملية يعني راح يأثر على عملية الكلين لهذه المايكرو أورجانيزمز. Concentration of disinfecting agent إحنا دائماً نأخذ concentrated
disinfectant وبعدين احنا نحاول نسوي له يعني نخففه. هنا لازم نشوف التركيز، نحاول نستخدم تركيز عالي او تركيز بيكون يعني مستوى الافكاسي مالته عاليه بحيث انه يقضى على هذه الاورجانيزمز الموجوده بالميديا. البريسنس اوف اورجانيك ماتيريال مثل السيرام بلود، هاي شلون نتعامل وياها ايضا، هذا ياثر لنا بدرجه يعني راح ياثر على عمليه الكيلينج، عمليه التعقيم لهذا الوسط. nature of surface to be disinfected، ايضا طبيعه هذه السطوح او هاي المواد اللي احنا نريد يعني نطهرها. الكونتاكت تايم، ايش قد فتره الكونتاكت يعني التلامس. التمبريتشر، درجه الحراره ايش قد، ايضا راح تاثر انه يعني هاي المواد اللي نستخدمها ممكن تتقاطع يعني تكون فعاله بدرجه حراره معينه. البي اتش ايضا راح يكون له دور مؤثر. البايو فيلمز ايضا راح يكون نوع ايضا مؤثر، لانه اذا اكو اي اغشيه او اي مواد محيطه بها. الكومباتيبلتي اوف ديسينفكتنت اند ستيرلنت، يعني التوافق ما بين هذه المطهرات والمعقمات، اذا كان اكو يعني بيناتهم انترفيرنس، اذا اكو اي خلل او تقاطع ممكن ياثر لنا على عمليه قتل هذه المايكرو اورجانيزمز الموجوده، فلازم يعني نكون ننتبه الى المواد اللي نستخدمها. اذا ناخذ العامل الاول من الفيزيكال ميثود اللي هو الهيت، is usually the method of choice unless contraindicated، يعني هي الطريقة المثلى واللي دائما مفضلة نستخدمها لعمليات التعقيم، ولكن قد يكون هذه بعض المواد تتقاطع مع عملية يعني التعقيم بالحرارة، يعني ما تتحمل درجات الحرارة. As a rule, higher temperature exceeding the maximum are microbicidal، يعني هنا microbicidal معناها سايدل قاتلة، كل ما تكون درجة الحرارة كل ما تكون عالية جدا أعلى من الماكسيموم اللي هي الحد الأعلى، راح هنا يكون لها تأثير قاتل هاي البكتيريا أو هذه الميكروبات اللي موجودة على هذه المواد. Whereas lower temperature below the minimum tend to have inhibitory or microstatic. إذن هنا إذا كانت درجة حرارة قليلة أقل من المينيموم ليفل اللي هو حد يكون بدرجات حرارة تكون قليلة جدا، راح يسوي لنا انهبيتري، يعني هنا يثبط هاي المايكرو أورجانيزم أو يوقف النمو مالتها. إذن هنا عندنا ستاتيك سايدر، سايدر معناها قاتل يقتلها، والستاتيك معناها يوقف أو يثبط النمو مالتها. Two types of physical heat are used in sterilization: moist and dry heat. مثل ما ذكرنا عندنا التعقيم، عندنا التعقيم بالحرارة الرطبة وعندنا التعقيم بالحرارة الجافة، هاي نوعين من الحرارة ممكن نستخدمها. Occurs in the form of hot water، يعني ما نستخدم يعني يكون على شكل ماء حار. Boiling water، يعني الماء اللي يغلي، or steam، يعني من هذا التبخير vaporized water. In practice, moist temperature usually ranges from درجة الحرارة بهذا النوع من moist heating تتراوح من 60 إلى 135 درجة. يعني راح يكون هنا ننطي range. قد يكون أقل من 100، قد يكون أكثر من 100، راح نأخذها ثلاثة أقسام نقسميها. Adjustment of pressure in a closed container can regulate the temperature of steam. كل ما يعني نسيطر أو نحاول نضبط البريشر داخل الكونتينر، خصوصا الكونتينر اللي راح نستخدمه مثلا راح نأخذ الأوتوكليف إن شاء الله يعني بالنوع الثالث، يحتاج انه نضبط هذا البريشر.
Moist heat kill microorganisms by denaturation and coagulation of proteins. إنهم هاي العملية عملية المويستر هيت هيتينج عملية التداخل مع البروتينات داخل البكتيريا، يعني راح يسوي لنا ديناتوريشن، راح تحاول تحطم هاي البروتينات اللي موجودة بالبكتيريا، وبالتالي تقتل هاي المايكرو أورجانزم بالبكتيريا أو بالمايكروب بشكل عام. راح نصنف المويست هيت ثلاثة أنواع، يا إما تكون بلو 100 أو around 100 أو above 100، يعني لو أقل من 100 لو أكثر من 100 لو تكون تقريبا 100 درجة مئوية. إذا كانت أقل below the 100 هذه the best and widely used example of the of this technique pasteurization البسترة، خصوصا يستخدموها بعمليات يعني غلي الحليب. هنا البسترة يستخدمون الحليب حتى تحافظ عليها من تقضي على الميكروبات اللي موجودة داخل هذا المجموعة من المنتجات. As an example of this sterilization, two method. عندنا نوعين بهذا البسترايزيشن، البسترة نوعين من البسترة اللي هي الهولدر ميثود، وهنا مجرد ما نخلي المواد أو الأشياء أو الأوبجكت اللي نريد إحنا نسوي لها بسترة خليها بدرجة حرارة 60 مئوي لمدة 30 دقيقة، وبعدها نسوي كولينج نبردها بدرجة حرارة 13 أو أقل، هاي نطلق عليها بالهولدر ميثود. أكو طريقة لا، الفلاش ميثود اللي يكون أسرع من هاي الطريقة بس درجة الحرارة تكون أعلى، فراح نخلي هاي الأوبجكت اللي إحنا نريد المواد اللي نريد نسوي لها البسترة راح نخليها بدرجة حرارة 71 لمدة 15 ثانية، وبعدها أيضا نسوي كولينج. فإذا هنا عندي نوعين، عندي طريقتين ممكن إنه أستخدمهم حتى أوصل هاي العملية البسترايزيشن البسترة حتى نقضي على الميكروبات اللي موجودة عندنا ضمن هذا الأوبجكت. أيضا عندنا بالنسبة لدرجة حرارة اللي ممكن نستخدم درجة حرارة تقريبا 100 قريبة لل 100 درجة، وهنا عندنا نوعين. التندلايزيشن المقصود بها انه احيانا احنا عندنا بكتيريا تكون ذات ابواب، فحتى نقضي على هاي البكتيريا اللي تحتوينا على الابواب او اللي تنتجين الابواب، هاي الابواب يحتاج لها فترة حتى تتحول الى طور خضري فيجيتيتيف، فهنا راح نستخدم التندلايزيشن، نستخدم درجة حرارة لمدة 30 منت، درجة حرارة قريبة على 100، هذه نعيدها نكررها لمدة 3 أيام، يعني يوم بعد يوم نأخذ هذا الأوبجكت، هذه المواد اللي نريد نعقمها بدرجة حرارة قريبة على 100، نخليها أول يوم لمدة 30 دقيقة، وبعدها راح نخليها بدرجة حرارة 37 للحاضن. ثاني يوم نفس الحالة نكرر هذا الشيء لمدة 3 أيام. هنا شنو فائدتها؟ فائدتها أنه إذا عدنا الأبواق من راح تتعرض لدرجة حرارة بعدها راح نخليها ب 37 ممكن أنه تتحول إلى طور الفيجيتيتيف، فهنا ممكن أنه نقضي عليها، يعني إذا ما قدرنا نقضي عليها بالطور البوغي من تتحول تنمو إلى طور ثاني ممكن أنه تقضي عليها درجة حرارة. The principle is that supports which survived the heating process would germinate before the next thermal exposure and would then be killed. مثل ما ذكرنا انه نحاول انه ننطي فرصة لهذه الابواق حتى تتحول من الطور البوغي الى طور خضري وبالتالي نقضي عليها بالحرارة. فاذا هاي العملية يحتاج لها 3 ايام متتالية كل يومية نسخن لمدة نص ساعة درجة الحرارة تكون 100 أو قريب على 100. البويلينج الغليان هاي تكون من الطرق البسيطة واللي أيضا ممكن نستخدمها من 10 إلى 30 دقيقة، راح تقريبا تقضينا على معظم أنواع الفيجيتيتيف فورمز أوف بكتيريا، ولكن البكتيريا اللي تكون الأبواق ما راح يقضي عليها هنا مثل ما ذكرنا انه هذه الأبواق شوي يحتاجها معامله خاصه لان تكون بها غطاء وهذا راح يقيها من
من هاي الظروف اللي احنا نستخدم حتى نعقم هذه المواد. Exposing materials to boiling water, heating water to at high temperature 100. اذا هنا اذا مجرد ما نغلي الووتر لمده لدرجه حراره 100 لمده تتراوح من 10 الى 30 دقيقه، ممكن يكون اقل حسب انت اللي تريد ايش قد تريد تخليها، راح يقتلنا هاي الباثوجينيك اورجانيزمز مثل تيوبركل باسيلاس او الستافيلوكوكا. اذا هاي صار عندنا طريقتين او بدرجه حراره 100. النوع الثالث اللي هو temperature above 100 اللي درجة حرارة أكثر من 100، هنا نسموه dry saturated steam. Act as an excellent agent for sterilization because of. ليش تكون هاي الطريقة يعني تكون هي الطريقة المثلى لعملية sterilization؟ لأنه درجة حرارة تكون بها جدا عالية، كذلك الحرارة كاملة راح تتحرر هنا. والابيليتي تو فورم ووتر اوف كوندنسيشن من عمليه التكثيف هنا راح ايضا راح ممكن انه تكون من هذا الووتر، هذا راح يعطينا مساحه اكبر بحيث انه تعقم هاي المواد اللي موجوده تقضي على المايكرو اورجانيزم. انستنتينيوس كونتراكشنز ان فوليوم، هنا يعني التقلص اللي راح يصير او الانخفاض اللي راح يصير بالحجم. ذات اوكر ديورينج كوندنسيشن superheated steams is not that effective because it is hotter than the dry saturated steam. The dry saturated steam هو يكون مثل ما ذكرنا the excellent agent، يعني هو الطريق المثلى أو المفضل هاي عملية التعقيم بالدرجة حرارة الأعلى من 100. ورح نأخذ عليها المثال هو الأوتوكليف. الأوتوكليفز are designed upon the principle of moist heat. هنا صار عندنا ثلاث طرق ممكن نستخدم بها يعني درجات حرارة مختلفة، يا اما تكون اقل من اعلى من 100 او اقل من 100 او تكون قاربة ل 100، وكل واحدة من عندهم اما راح نستخدمها. اوكي، الاوتوكليف ضمن طريقة الطريقة الثالثة اللي درجة حرارة أعلى من 100 درجة. A laboratory autoclave consists of vertical or horizontal cylinder. أعتقد أنتم شفتوه المختبر يكون أشبه جدا. المميزات مالته انه الاستخدامات مالته يكون good method to sterilize heat resistant material، المواد اللي تتحمل درجات حراره هذه الطريقه تكون طريقه مفضله لها واحنا دائما نستخدمها بالمختبر، خصوصا بالنسبه للglassware surgical dressing الربرز اللي هي نقصد بها الجلوفز الميتاليك انسترومنتس ليكويد هاي المواد الميديا، كل هاي المواد اللي تكون مقاومه للحراره ممكن انه نستخدم لها نعقمها بالاوتوكليف، فيكون هذا يعني في الطريقه جدا مثلى لهذا النوع من المواد. ايضا يكون it is also useful for sterilization of heat sensitive items such as plastic petri dish. الأطباق اللي ننمى عليها البكتيريا ممكن أيضاً نعقمها بهذا الطريقة أيضاً. It is useful to sterilize material that cannot withstand the higher temperature of the hot air oven. إن أنا المواد اللي ما تتحمل درجة حرارة جداً عالية خصوصاً بالهوت بالأوفن، من نستخدم الأوفن لأن إحنا عندنا نوعين، نوع الأوتوكليف وعندنا الأوفن، فإذا إذا ما تتحمل درجة حرارة الجافة اللي هي تكون بالأوفن ممكن نستخدمها الأوتوكليف حتى نعقم هذه المواد. فإذا صار عندنا استخدامات الأوتوكليف يا أما نستخدمه بالمواد اللي تكون ريسيستنت للهيت تكون مقاومة للحرارة، أو المواد اللي ما تتحمل
درجة الحرارة العالية خصوصا بالأوفن، أو مواد مثل البتريديش البلاستيك بتريديش أيضا ممكن أنه نستخدمها، البلاستيك بليت ممكن أنه نستخدم لها الأوتوكليف. هاي صار عندنا ثلاث طرق بالموست هيت ميثود. هنا عندنا الدراي هيت النوع الثاني. إذا إحنا الهيت قسمناها إلى موست ودراي. الدراي هيت هاي الطريقة هي طريقة اللي يستخدم بها الأوفن. This method may be used for heat stable substance. المواد اللي تكون اللي ما تتأثر بدرجات الحرارة، اللي تكون ثابتة بدرجات الحرارة العالية that are not penetrated by moist heat. خصوصا المواد اللي ما راح نقدر يعني نعطوها بالدرجة الحرارة بالحرارة الرطبة، يعني ما راح الحرارة الرطبة تخترق هاي المواد اللي تكون بها oils أو غيرها. The dry heat is commonly used to sterilize glassware. In practice, the temperature of dry heat range from 160 to several thousand degree Celsius. إذن هنا درجات الحرارة تتراوح من 160 فما فوق، يعني 160 وأعلى بالأوفن. لذلك إحنا قلنا أكو مواد قد يكون ما تتحمل هاي درجة الحرارة. كنا نعرف هاي المواد اللي عندي اللي يريد أعقمها قبل ما أستخدم هذه المواد أو هذه الأدوات حتى أو هذه الأجهزة للتعقيم. Dry heat kill microorganisms by protein denaturation, oxidative and damage. Oxidative damage and toxic effect of an increasing level of electrolytes. إذن هنا عندنا الميكانيزم ما تقتل هاي الميكروأورجانيزم هو إنه تبدي تحط منها البروتينات الموجودة داخل هذا الميكروب أو تسببين الأوكسيديتيف دامج أو كذلك تسببين توكسيك إفكت نتيجة زيادة بالإلكترولايت المحيطة بهذه بالإلكترولايت داخل هذه الميديوم اللي إحنا ذكرناها. الاستيرلايزيشن بالهيت بالدراي هيت راح يشمل لنا يا إما الفلامينج او الانسينريشن او الهوت اير اوفن، واحنا راح ناخذ يعني هي هذه كمثال عليها واللي احنا دائما يعني نستخدم. قد نستخدم اللهب اللي هو دائما نشوفه بالمختبر نخليه بالهود او باللامينر فلو، خصوصا اذا نريد نزرع بكتيريا او غيرها ممكن انه نستخدم هذا اللهب اللي يكون عباره عن شعله من النار، أو نستخدم الانسيريشن اللي هي الحرق، الحرق لهذه المواد أو هذه الأدوات، أو إذا ممكن إنه نستخدم الأوفن، وهاي الطريقة بتكون جدا شائعة نستخدمها دائما. فد example على هاي الطريقة اللي هي dry heat sterilization هو الhot air oven is used in laboratories and in clinics for heat-resistant items that are not sterilized well by moist heat. مثل ما ذكرنا المواد أو الأدوات اللي ما ممكن أنه نعقمها بالmoist heat ما راح يعني توصل درجة التعقيم مالتها إلى درجة يعني نقول الإفكسي مالتها تكون قليلة، فلذلك راح نستخدم dry heat sterilization. ومن هاي المواد مثل ما ذكرنا اللي هي glassware, surgical instrument, chemicals والoils. هنا الطريقة هاي يعني فوائدها انه احنا بعد التعقيم ما يحتاج انه ننتظر فترة طويلة، يعني مجرد هنا عملية التعقيم انه ندخلها بهذا الاوفن ترتفع درجة الحرارة بعدها لانه ماكو اي رطوبة فما يحتاج انه ننتظر الوقت طويل حتى نستخدمها، بينما بالمويست heat sterilization دائما نحتاج انه نتركها فتره حتى يعني تجف هاي المواد او هاي الادوات اللي احنا عقمناها. عندنا الطريقه الثانيه، اذا هاي الطريقه كل هذا فيما يخص الهيت. طريقه الفلتريشن الترشيح is an excellent way to reduce the microbial population
in solution of heat label material by using a variety of filters. هنا مجرد هاي العملية يحتاج انه نستخدم بها فلتر. هذا الفلتر عبارة عن ممبرين. الممبرين هذا به ثقوب بورس بها فد سايز معين، بحيث هذا السايز ما يسمح مرور البكتيريا والميكروبات من خلاله، يكون دقيق جدا. فقط هاي السوائل اللي تكون فري من الميكروب راح يعني راح تمر من خلال هذا الممبرين فلتر. بأنواع قد يكون انه نستخدم هذا الفلتر مثل ما موجود بالصوره، نستخدمه بالسرنج بالسرنجه، يعني ناخذ السرنجه الطبيه وناخذ السائل اللي عندنا ونضغطه بالسرنجه ونخلي هذا الفلتر يكون طرفها، وبالتالي راح يحدث عمليه الفلتره، فراح ينزل عندنا بس السائل اللي يكون فري من الميكروبات. فاذا السمبل الفلترز سمبلي ريموف contaminating microorganisms from solution rather than directly destroying them. يعني هنا ما راح تحطم الميكروب الموجود، الميكروorganism الموجودة، مجرد انه سوينا تراب، يعني مجرد انه تمنع هذه مرور هذه البكتيريا وهاي الميكروبات من خلال هذا الممبرين. فلذلك راح تبقى هاي الميكروب متعلقة بالممبرين، بينما السوائل اللي تكون خالية من هاي الميكروبات راح تمر من خلال هاي الثقوب الموجوده بهذا الممبرين. وعندنا بي نوعين، يا اما يكون ممبرين فلتر او الديبث فلترز. الفلتريشن اوف ليكويد از اكمبلشد ثرو ذا يوز اوف ثين ممبرين فلترز كومبوزد اوف بلاستيك بوليمرز او سيلولوز استرز كونتينينج بورز اوف سيرتين سايز. The liquid is pushed. يعني هنا مجرد ما احنا ندفع نحاول نضغط هذا الليكويد نسوي له بول او نسوي نخلي ضغط على هذا الفلتر، فراح الليكويد يمر من خلال هذا الفلتر. واحنا مثل ما ذكرنا انه السايز هنا ما راح يكون يعني يسمح بمرور هذه المايكرو اورجانيزمز. الاورجانيزمز تكون larger than the size of pore are retained. تبقى يعني ما راح تبقى يعني ما راح تمر خلال هذا الممبرين. عادة الفلتر يا إما يكون 0.22 أو أكو أيضا 0.1. إذا أنت حسب يعني المواد اللي عندك حسب هذا السوليوشن تختار الممبرين والبور سايز المناسب، حتى إذا مثلا إذا كنت أنت تريد تتخلص مثلا من البكتيريا فقط، متأكد ما راح يكون عندك فيروسات لأن الفيروسات تكون جدا صغيرة، يحتاج إنه تستخدم مثلا 0.22. أو مثلا عندك لا تتخلص من كل المايكرو أورجانيزم وتشك إنه قد يكون أكو كونتامينيشن بالفيروس، تستخدم 0.1. The most common application of filtration is in the sterilization of heat sensitive solution. هذه الطريقه نستخدمها اذا كان عندنا مواد تكون حساسه للحراره، لذلك ما نقدر نستخدم بها الحراره تاثر على طبيعه هذه المواد. نستخدمها بالحقن دائما اذا عندنا experiment وعندنا يعني animals او عندنا ايضا مواد نريد نحقنها يعني نحتاج انه نحقنها نطيه اليوم. فاذا نريد نعقم هاي المواد حتى ما راح يكون بها كونتام، نستخدم هاي الفلتريشن ميثود او الانتيبايوتيك سوليوشن او الفاكسين. كل هذه المواد ممكن، ليش؟ لان ذني المواد هاي النوع من المواد ممكن انه يتاثر بدرجات الحراره الانتيبايوتيك او الفاكسين. عندنا الطريقة الثالثة هي طريقة الراديشن اللي هي الأشعة، وإحنا ذكرنا عندنا بها نوعين، يا إما يكون ionizing radiation أو non ionizing radiation. ال non ionizing radiation sterilization هنا الألتراويولت اللي هي UV light، الwavelength مالته يعني الطول الموجي مالته راح يكون من 240 إلى 280 نانومتر.
is quite lethal, يكون هذا يعني قاتل and has a marked bactericidal activity. هذا النوع من التعقيم له تأثير يكون نوع البكتيريوسايدر يعني قاتل هاي البكتيريا. احنا ذكرنا البكتيريوسايدر بكتيريوستاتيك. البكتيريوستاتيك قلنا فقط يسوينا انهيبيشن للجروث مال البكتيريا، يعني ما يقتلها وانما يوقف نموها، او يعني نمو البكتيريا راح يتوقف. هنا لا، راح يقتل هاي البكتيريا. It acts to by denaturation of bacterial protein and also interferes with the replication of bacterial DNA. هنا أنا راح أول شيء حطه منه يبدي حطه منه بالأثرين على البروتينات البكتيريا حطمها، وأيضا يتداخل مع عملية replication لل DNA داخل البكتيريا. UV light radiation is used primarily for disinfection of closed area in microbiology laboratory, inoculation hood, laminar flow operating theater. هاي عادة احنا من بدنا يعني نسوي زرع بكتيريا او نشتغل بالبكتيريا نستخدم هود عبارة عن اشبه بهذا الموجود عندنا هنا اللامينار فلو. الهود يكون فقط يسمح بدخول يعني ايدي العاملين، ما راح يكون ايدك مجال انه تستنشق او يكون يعني عامل مباشر، يعني يكون معزول هذا الشيء. فهنا ممكن بالهاي الراديشن هذا النوع من اليو في لايت يعقم منه هاي السطوح الموجوده هذه الاجهزه سواء بالهود او باللامينر فلو مثل ما تشوفون هنا بهاي الصوره. It kills most vegetative bacteria but not spores. ايضا هنا ما راح يقتل لنا السبورات الابواب. اذا يقتل معظم انواع البكتيريا ولكن السبورس الابواب ما راح نستطيع انه نقضي عليها بهذه الطريقه. اليو في لام شود بي سويتشد اوف وايل بيبل ار وركينج ان سوتش اريا بيكوز ات كان كوز دامج تو ذا ايز اند بيرن ذا سكين. احنا نعرف يعني اليو في لايت جدا خطره، لذلك اذا كان واحد يشتغل بالمختبر ويريد يعقم هذا لازم يشتغل ويعقمها بالبداية وبعدين يطفيها، لأنه ممكن أنه تسبب لنا حروق بالجلد وممكن أنه تسبب لنا أيضا تلف بالعين العين. لذلك يكون واحد يأخذ حذر من هذه الطريقة تعرض لليو في لايت. الأيونايزينج راديشن هنا is an excellent sterilizing agent with very high penetration power. These radiation penetrates deep into objects and destroy bacterial endospores. إذن هنا هذا النوع من الراديشن هنا نستطيع من خلال القضاء على السبورات. ذكرنا بالنون ايونايزنج ما راح يقدر نقضى على الابواب، هنا ممكن انه نقضى على الابواب وكل اطوار البكتيريا سواء الفيجيتيتيف او الاندوسبورز بوث بروكاريوتيك اند ايوكاريوتيك. الايونايزنج راديشن انكلود اكس راي، جاما راي، كوزميك رايز. هاي النوع من الاشعه كلها ضمن الايونايزنج راديشن ممكن انه نستخدمها ونقضي على كل انواع البكتيريا وايضا السبورات ممكن انه نقضي عليها بالاشعاع اللي يكون ضمن الايونايزنج راديشن. فمثال عليها هو عندنا الجاما راديشن from a cobalt 60 sources used for sterilization of plastic and materials damaged by heat. ايضا ممكن انه نستخدمها للبلاستيك وللاشياء او المواد اللي ممكن تتحطم او يصير لها يعني يتأثر بدرجات الحرارة بالتعقيم بالحرارة مثل الانتيبايوتيك، الهرمونز، السوتشارز، الكاثيتارز، انيمال فيد، ميتال فويلز، بلاستيك ديسبوسابلز such as syringe. كل هاي المواد ممكن انه ايضا نستخدم لها اذا ما قدرنا نستخدم لها
درجات الحرارة نستخدم لها التعقيم بالأشعة. عندنا طريقة أخرى اللي هي الجزء الثاني اللي هو الكيميكال ميثود أو الستيريلايزيشن، وأنا بعطيكم هنا مجموعة من المواد اللي ممكن أنه نستخدمها كيميكال ستيريلايزيشن. إذن هسه صار عندي ثلاث طرق بالنسبة للفيزيكال اللي هي الهيت والفلتريشن والراديشن، وكل واحدة من عندهم بها أنواع. الهيت قلنا بها المويست والدراي، المويست بها ثلاث أنواع، يعني إما تكون أكثر من 100 أقل من 100 أو تكون تقريبا 100 درجة مئوية. الدراي عندنا أيضا، عندنا الفلتريشن اللي هي قلنا الترشيح، وهذا أيضا بأنواع، يعني ممكن نستخدم الفلترز بأنواع نوعين، يعني إما يكون ديف فلتر أو الممبرين فلتر. الراديشن به الأيونايزينج والنون أيونايزينج، وكل واحد منهم إلما نستخدمه. هنا عندنا الكيميكال. الكيميكال أنا عد منطيكم مجموعة مثل الكحول، الكحول اللي هي 70% أثيل الكحول، مثل هذا شو راح يسوي يعني الميكانيزم مالت الاكشن مالت الميكانيزم مالت الاكشن مالت الاكتيفيتي شنو راح يسبب لنا دي ناتشوريشن من البروتينز، وايضا راح يسبب لنا ديسولفز الليبيد اذا وبنا الدهون الموجوده بالجدار، ودي هايدريتنج ايجنت كذلك راح يسبب لنا انه الجفاف. فاذا هنا ثلاث شغلات راح يسبب لنا اياها اللي هي ديناتشوريشن البروتين، ديسولف الليبيد، والديهايدريتنج ايجنت نستخدمه بالاثيل الكحول 70%. المن ممكن نستخدمه الابلكيشن مالته الانسترومنت ديسانفكتنت اللي هي السكن انتيسبتيك، ممكن انه نستخدمه دائما قبل يعني قبل الحقن الجروح الشغلات هاي ممكن انه نستخدمها. الليميتيشن مالته البري كليننج نسيسري سكين اوريتيشن، ممكن انه يسبب لنا تهيج بالجلد او حكه بالجلد مالتنا، وايضا يحتاج له انه بري كليننج نسيسري، يعني هنا تنظيف قبل ما نستخدمه. الانتي مايكروبيال سبكتروم شنو فعاليته هنا على من شنو يقضي؟ يقضي على الفيجيتيف بكتيريال سيلز، فانجاي، بروتوزوا وقسم الفيروسات فيروسز. اوكي، فاذا صار عندنا مجموعه من المواد اللي ممكن انه الفورمالديهايد، ايضا عندنا الفورمالديهايد غاز او دائما تسمعون بالفورمالين، react with functional group in proteins and the nucleic acid. اذا هذا راح ياثر لنا على البروتين والنيوكليك اسيد على الدي ان اي. هنا ال embalming او الفاكسين برودكشن الغازيز ستيرلنت، دائما نستخدم الفورمالين اذا عندنا مثلا، دائما يستخدموه اذا يريدون يعقمون يعني غرف او مباني تكون جدا ملوثه، ممكن انه يستخدمون عمليه التعقيم بالفورمالين. الليميتيشن مالته يعني المساوئ مالته او نقاط الضعف مالته انه البور بنتريشن، الاختراق مالته راح يكون قليل، ممكن انه يسبب لنا اليرجيك حساسيه، توكسيك تيشو يكون بيأثر لنا بسايد افكت على التشو، and neutralized by organic matter. ايضا اذا اكو مواد عضويه ممكن انه تتداخل مع فعاليه هذه الفورمالديهايد. الانتي مايكروبيال سبيكتروم له يكون broad variety of bacteria, fungi, protozoa, viruses. ممكن يقضينا على هاي المجموعة من الميكروب اللي هي البكتيريا, fungi, protozoa, viruses.
عندنا نوع آخر اللي هو البلوتر ريهايد، وهذا أيضا يتفاعل لنا مع فانكشنال جروب إن بروتين يوكليك أسيد، عملية لتعقيم سيرجيكال سبلايز انستابل، يكون غير ثابت، يعني الثبات مالتك يكون جدا قليل انستابل. توكسيك تو سكين، ايضا يكون من النوع اللي له سايد افكت على السكين، انكلودينج سبورز. ان هنا ممكن انه يقتل لنا كل انواع المايكرو اورجانيزم، وايضا من ضمنها الابواب سبورات. الاثيلين اوكسايد، طبعا هنا الاثيلين اوكسايد غاز يتفاعل لنا مع البروتينات والنيوكليك اسيد داخل هاي الميكروبس، يعني يحطوا منا البروتينات ويأثر لنا على النيوكليك اسيد على الدي ان اي. ممكن نستخدم بعمليات تعقيم للانسترومنت اكويبمنت اوبجكتس، الاشياء اللي او المواد اللي تكون ما تتحمل درجات الحرارة، غير ثابتة بدرجات الحرارة، أو تكون تتأثر بدرجات الحرارة، إنه يكون إكسبلوسيف، ممكن إنه ينفجر. توكسيك سكين، ممكن إنه يأثر لنا بي سايد إفكت على الجلد. ريكوارز كونستانت هيوميديتي، يحتاج إنه الرطوبة تكون ثابتة، يعني هنا لازم نوفر درجة رطوبة معينة. ايضا راح يقضينا على كل انواع المايكرو اورجانيزمز. عندنا ماده اخرى اللي هي الكلورين ديوكسيد، ايضا يكون هذا من نوع الغاز، يتفاعل مع البروتين مع الفانكشنال جروب بالبروتينات والنيوكليك اسيد، ممكن انه نعقم به الاكويبمنت او الروم او البيلدينج، يعني يا اما الغرف يا اما البنايه او اي مواد عندنا نريد نستخدم نعقمها، ممكن انه نستخدمها. المساوئ ما تكون اكسبلوسيف، ممكن انه يؤدينا الى انفجار. ايضا ممكن انه يقتل لنا كل انواع المايكرو اورجانيزم من ضمنها الابواب. اذا هاي يعني الطريقه ايضا ممكن انه نتخلص بها من الابواب. عندنا الهيدروجين بيروكسايد، الهيدروجين بيروكسايد راح كرييت aerobic environment، دائما ما يستخدمونه بالwound treatment، limited use، استخدامه يكون محدود، يقضينا على anaerobic bacteria. وإذا تذكرون أخذنا بالأنواع البكتيريا الaerobic والanaerobic، قلنا خلال عملية respiration اللي تكون داخل هاي البكتيريا الايروبيك حتى تنتج الاي تي بي، اكو مواد يسموها اوتو توكسيك برودكت، من ضمنها الهيدروجين بيروكسايد. هذا المواد تكون قاتله من البكتيريا، فالان ايروبيك بكتيريا ما راح تقدر تعامل ويا هاي المواد الهيدروجين بيروكسايد. ليش؟ لانه ما عندها انزيم يقضينا على الهيدروجين بيروكسيد، لذلك استخدام الهيدروجين بيروكسيد ممكن يقضينا على الانيروبيك بكتيريا، بكتيريا لا هواية، لأنه ما عندها الإنزيمات اللي تقدر تتخلص من هذا البرودكت. إذن هذا ما يخص الكيميكال ميثود الاستيريلايزيشن. أكو أي سؤال شباب على محاضرة اليوم؟ كلين دخلت نحفظي؟ يعني أريد من عندكم تحفظون يعني أربعة من هذه المجموعة، أربعة وثلاثة، أوكي؟ طبعا. شباب بالنسبة للامتحان، الامتحان مالتكم الامتحان الأول راح يكون عليه 25 درجة، الامتحان الثاني راح يكون عليه 75 درجة،
الامتحان الأول بصراحة درجاتكم كلش كانت مو زينة، يعني كلش مستواكم يعني ما توقعت بصراحة، يحتاج شوية تقرون وتركزون بالمادة. المحاضرات راح ندخل المحاضرتين اللي أخذناها، مو هاي المحاضرة، المحاضرتين اللي قبلها اللي ما دخلن، أوكي، ونحذف محاضرتين بالبداية، أول محاضرتين. يعني دكتور أول محاضرتين نحذفهم؟ أول محاضرتين ما راح يكون داخلات، راح يكون مكانهن داخلات المحاضرتين اللي أخذناهن اللي ما دخلن. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور احنا مو مشكلة الدراسة، احنا خو على الدراسة فاحنا كنا قارين بوقتها، بس احنا دكتور كلش وازعنا الوقت، يعني صارت عندنا مشاكل وطبقنا والوقت كان كلش قليل مقارنة بالأسئلة، يعني حتى ما كنا نلحق نقراها. يا دكتور احنا مشكلتنا الوقت، يعني الوقت ان شاء الله هذا الامتحان راح نعطيكم وقت وراح يعني يكون عندكم مجال انه تعدكم هذا الاسبوع ممكن انه تقرون، ومثل ما قلت لكم يعني بلغت زميلكم انتم اذا تريدون حتى يوم السبت اوكي ما